بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في يوم خصص لانطلاقاته سن الثنايا وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا التاسع الخاص بالثنايا البكار، نسير مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مسار الثمانية كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة الخاصة بانطلاقات سن الكبار. عودة هناك نسير مع البداية مع المركز الأول، من تفتتح النداء والإذاعة النهضة بشعار هجن الرئاسة، بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا الفيلسوف انطلاقة النهضة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني متابعة تقدم والوصول من أوتاد بشعار هجن العاصفة، بمتابعة غياث الهلالي من يتابع لنا أوتاد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث تتقدم هنس غوا بشعار هجن الشحانية، بمتابعة برنس المضمرين جار الله بن عقيل من يقدم من انطلاقة زغوا مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع رابع الأسماء وصول وتقدم هنا من في بشعار هجن الرئاسة، بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا في مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس هناك تتواجد مشهورة بشعار هجن الشحانية، بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع لنا انطلاقة مشهورة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط في أول نيدا للخمسة المراكز الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، إذن هكذا هي الأسماء المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة. عودة هناك مع البداية، عودة مع المركز الأول، صدارة الشوط وما تحمل لنا من تحديات مميزة وكبيرة. البداية النهضة بشعار هجن الرئاسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم الانطلاقة واندفاعة النهضة، من تقود الأسماء بشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما ثانية الأسماء تتقدم هنا أوتاد بشعار هجن العاصفة، غياث الهلالي في عملية التضمير من يدفع لنا بانطلاقة أيضا أوتاد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادمة والمنطلقة هنا أيضا زغوا بشعار هجن الشحانية، جار الله بن عقيل يتابع لنا انطلاقة زغوا مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع القادمة والمنطلقة في هذا المسار في بشعار هجن الرئاسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مقدم لنا في مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس القادمة هنا مشهورة بشعار هجن الشحانية، الذهبي في عملية التضمير سالم بفران المري مقدما لنا انطلاقة مشهورة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى، لا تغيير على الأسماء الخمسة الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، في ثاني نداء للخمسة المراكز المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والكبيرة من خلال تواجد هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. نعود مباشرة مع البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع المركز الأول مع الصدارة. هناك البداية والمركز الأول صدارة الشوط، غيرت أوتاد بدأ التسهير هناك مع البداية بشعار هجن العاصفة، بمتابعة غياث الهلالي من تستلم زمام الأمور في هذه اللحظات لتقود هذه الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم هذا الشعار شعار هجن العاصفة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني القادمة هنا النهضة بشعار هجن الرئاسة، الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مقدمة للانطلاقة وحضور النهضة مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادمة زغوا بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل مقدمة للانطلاقة وحضور زغوا مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع
القادمة هنا في بشعار هجن الرئاسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا أيضا اسم آخر في مسار وتحديات هذا الشوط مع انطلاقة في مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشهورة بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بفران المري من يقدم لنا هذا الاسم المميز والكبير مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، إذا هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعين الكرام عشاق الأصالة محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق، السباق المحلي التاسع آخر محليات هذا الموسم. مشاهدينا متابعين الكرام تجاوزنا 4 كيلومترات انتصاف المسافة، يتبقى لنا 4 كيلومترات سوف تكون حاضرة فيها أيضا المنافسة في مسار وتحديات هذا الشوط. عودة هناك مع البداية، العودة مع الصدارة مع المركز الأول أوتاد بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي من يتابع لنا أوتاد، من تقود الأسماء وتقود هذه التحديات المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، بينما ثانية الأسماء القادمة والمنطلقة هنا النهضة بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا النهضة مع المركز الثاني، بينما المركز الثاني القادمة هنا صغوة بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جارلا بن عقيل من يقدم لنا صغوة، بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل مشهورة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بفران المري مقدما لنا مشهورة مع المركز الرابع تغير المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هناك الحضور والتقدم من فيل هجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعين الكرام عشاق الأصالة محبين هذا العالم الساحر عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. العودة هناك مع الصدارة مع المركز الأول بداية هذا الشوط وصدارة الشوط وما تحمل لنا من انطلاقة واندفاعة مميزة وكبيرة مع المركز الأول مع الصدارة هنا أوتاد تقود الأسماء والتحديات من خلال هذا الحضور المميز من شعار هجن العاصفة مع البداية وصدارة هذا الشوط غياث الهلالي من يقدم لنا أوتاد مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من مشهورة تحمل بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري مقدمة لنا مشهورة في هذه الانطلاقة والاندفاعة المميزة والكبيرة، بينما المركز الثالث القادمة هنا النهضة بشعار هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مع المركز الثالث مقدما لنا انطلاقة وحضور النهضة مع ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع وصول من صغوة لهجن الشحانية لبرنس في عملية التضمير جار الله بن عقيل مقدمة لنا صغوة، بينما المركز الخامس القادمة والمنطلقة في لهجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا في مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، إذن هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعين الكرام الخماسية المميزة هنا في مقدمة هذا الشوط. يا سلام في مشهد جميل ولا أروع هنا في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع السباق المحلي التاسع. هنا لقطة مميزة في الكادر العلوي أيضا تنقل لكم هذه الأحداث المميزة أيضا والمشهد الجميل الخمسة الأسماء المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن الصدارة والمركز الأول مع أوتاد بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يقدم لنا أوتاد هي القائدة لهذه المسيرة مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم هنا مشهورة بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بفران المري مقدما للانطلاقة مشهورة مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء النهضة المنطلقة مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف هنا مقدما لانطلاقة النهضة، بينما رابع الأسماء القادمة والمنطلقة صغوة بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا صغوة مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس في بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يقدم لنا في مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء،
هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن الصدارة والقيادة لا تزال هناك مع أوتاد، هي القائدة لهذه المسيرة التراثية الجميلة مع بداية هذا الشوط مع المركز الأول. يا سلام، إذا الصدارة هنا مع أوتاد، من تقود الأسماء بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع لنا هذه الاندفاع المميزة والكبيرة مع أوتاد، بينما ثانية الأسماء النهضة بشعار هجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع المركز الثاني. المركز الثالث صغوة بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، والمركز الرابع هنا مشهورة من تنطلق بهذه اللحظات بشعار هجن الشحانية ذهبي سالم بن فاران المري. أجواء الكيلومتر الأخير والخطير، نتابع المركز الخامس القادمة في بشعار هجن الرئاسة بمتابعة أيضا وتضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هكذا هي الأسماء عودة هناك مع البداية، أوتاد لا تزال هي القائدة لهذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، ولكن شوف هنا هجن الرئاسة بدأت بالضغط على الصدارة من خلال تقدم النهضة بشعار هجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. تحركت مشهور أيضا في مسار هذا الشوط هنا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام، الله ما شاء الله، شوف هذا الأداء المميز والكبير، غيرت مشهورة، بدأت تسير، بدأت تنطلق هنا بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن عادت النهضة، عادت النهضة مع الأمتار الأخيرة بشعار هجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. مشهورة النهضة، هجن الرئاسة، هجن الشحانية، الله يا سلام، النهضة مشهورة، النهضة مشهورة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، ولكن الله، النهضة مشهورة، النهضة، ولكن خلاص، النهضة النهضة، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنئة لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الثاني وصلت مشهورة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الثالث كان الوصول من أوتاد لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، والمركز الرابع صغوة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع في عملية التضمير، والمركز الخامس وصلت في لهجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت النهضة لتهدي هجن الرئاسة هذا الفوز والانتصار. مشكور يا الفيلسوف على هذا الأداء المميز والكبير. توقف الزمني 12 دقيقة 42 ثانية 80 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنئة للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الثاني لما قصرت أيضا 12 دقيقة 42 ثانية 84 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام أوتاد، توقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية 44 جزء من الثانية، تهاني والنمو سجن العاصفة والتهنئة لغياث الهلالي.